نوادر واللمسة الجميلة، وهو ليس بغريب حقيقة عليهم. وجمعوا جميع الشعب الخليجي حقيقة من الإعلاميين والحاضرين في المركز الإعلامي، سواء من السعودية أو من عمان أو من الإمارات أو من قطر تستاهلون أو من تستاهلون البحرين. وحقيقة كانت لوحة ترمز إلى أقل الوفاء واجب أقل واجب. والمجد. كثر خيركم. نحن طبعا زي ما اتفقنا نحتفل سويا، انا حقيقه سعيد جدا ان نحتفل بمناسبه واحنا وطنيه اكثر بجميع بحضور الجميع من الزملاء جميل. الافاضل يعني. وبريان طبعا انت اليوم تقدم هذه الكيكه لفريق العمل بمناسبه اليوم الوطني المجيد للسلطنه، ايضا زملائنا في فريق العمل ابوا ايضا الا ان يقدموا لك تهنئه خاصه. نتابع. مبروك، ألف مبروك عيد السلطنة، مبروك للسلطان قابوس بن سعيد، مبروك للأسرة الحاكمة في السلطنة، مبروك للشعب العماني هذا اليوم المجيد. حقيقة يعني موقف يعني يقشعر منه البدن، ونحن حقيقة نشوف يعني زميلنا سالم الحبسي وعيونه صراحة تغرورق بالدموع، وهذا مش غريب ابدا علينا كخليجيين. بالفعل احنا نفدى اوطاننا بارواحنا مش فقط بدموعنا. اكرر شكري، اكرر تهاني للشعب العماني الشقيق، وان شاء الله عقبال اعوام واعوام من المجد يا عمان. سالم ارجع لك لادخل في موضوع، او خلنا انا اتحول وارجع لك يا ابو ريان. طيب ابو ريان تخلي في مباراه اليمن، تملك رؤيه فنيه رائعه ابو ريان، كيف ترى اليمن؟ هل اليمن قادر على احداث المفاجاه ام ان الموضوع يعتبر في حكم المحسوم للسعوديه؟ اسمح لي اذا قبل ما ادخل في المباراه فضل. انا حقيقه اشكر القناه الرياضيه السعوديه على هذا الاهداء الجميل حقيقه يعني، ويمكن اشعرني بانه نحن فعلا يعني نشعر بنفس الشعور حقيقة. بلد واحد لا شك. الله عليك. نرجع للمباراة بإذن الله. أنا أعتقد بأنه في توافق على ما يبدو في الرؤية. يمكن الأخ مبارك منذ اليوم الأول كان وضع المنتخب اليمني يعني حصان المفاجأة أو فرس المفاجأة. هو كذلك حقيقة المنتخب اليمني فعلا بعد تعادله مع المنتخب في المباراة الأولى قلنا يمكن حماس الجزائد أو ايضا محاوله انه ايضا يتواجد بشكل جيد، لكن بعد حقيقه اقتناص التعادل من منتخب قطر، ومنتخب قطر مرشح بشكل كبير يعني في هذا المجموعه، اعتقد انه غير الصوره في هذه المشاركه. لكن انا اريد اقول بانه يعني انا اريد ابدا من النقطه الاخيره اللي قالها الاستاذ عدنان حقيقه ما يتعلق بالجمهور. هناك تنافس كبير حقيقه شاهدته اليوم وتابعته حتى عن طريق وسائل الاعلام، وكذلك ايضا وسائل التواصل الاجتماعي. الجماهير اليمنيه ضغطت بشكل كبير جدا حتى استطاعت ان تصل الى النسبه التي ذكرتها، ويمكن ما زال التفاوض قائم حتى الان انه يكون ايضا حضور اكبر، واطلقت يمكن الهاشتاغ الرئيسي لها نود الحضور في المملكه، واعتقد على اثر يمكن الاتحاد السعودي تنازل عن الحصه او ابدا انه استعداد، لكن انا اعتقد بانه هذا سيعطي
الدافع الأكبر حقيقة للمنتخب السعودي، لأنه وجد بأن جمهوره يحارب ويطالب بقوة من أجل أن يتواجد في مباراة يعني حاسمة بالنسبة للمنتخب اليمني حقيقة، يعني أنه أن يحرز نتيجة في هذه المباراة بالنسبة له شيء تاريخي حقيقة يعني. وأعتقد يمكن من هذا من هذه البوابة أعتقد المنتخب اليمني سيظهر بمظهر مختلف حقيقة. ممكن يفاجئنا من ناحية الأرقام كما ذكر أستاذنا أبو سلطان، أنا أعتقد من الناحية من ناحية الأرقام والمسألة النظرية العملية داخل الملعب النظرية، منتخب السعودي طبعا يملك يعني مميزات أكثر تفوق كثير المنتخب اليمني، لكن اليوم في وضع كأس الخليج والوضع اللي شاهدناه في الجولة الأولى والثانية كل هذه الأمور تذوب، ربما نتفاجأ بشيء جديد ممكن. طيب أبو يزيد عدنان جسنية يقول إذا أنا كنت أخاف على المنتخب من شيء فأخاف من لوبيز. أبو صقر في المباراة الماضية قال من الواضح أنه في ناس تدخلوا وفرضوا على لوبيز تعديل التشكيلة، ما بين التشكيلة الأولى والتعديل في الثانية هل تعتقد وانت اللي تقول مؤمن أن الدورة مضغوطة وتحتاج إدخال وإبدال، هل تعتقد لوبيز يغير بعد ويفاجئنا بتشكيلة جديدة؟ والله يعني أولا خلينا نهني السلطنة حكومة وقيادة وشعبا على العيد الوطني، نتمنى إن شاء الله لهم المزيد من الأمن والاستقرار والتطور وبقية دول الخليج بإذن الله. بالتأكيد أنه اليوم الوطني هو يوم لكل أبناء الخليج وليس فقط للعمانيين، لأن استقرار بلد ونهضة بلد والأمان والنماء الموجود في أي بلد من دول الخليج وبالتأكيد يعتبر جزء من الموجود في المملكة العربية السعودية، وهذه مشاعر الجميع بكل تأكيد. المباراة الحقيقة أنا قد أكون متأكد أنه السيد لوبيز سيشرك عناصر أخرى، لأنه عنده يعني يمكن 26 لاعب بإمكانه أي 11 لاعب يدخل فيهم في مباراة مثل هذه. المنتخب السعودي تقريبا قطع 70-80% نحو التأهل، وبالتالي ليس هناك خوف في المباراة. أنا الحقيقة أشيد بتصريح الدكتور عبد الرزاق لأنه لم يقلل من المنتخب اليمني وأكد صعوبة المباراة، وهذا هو منطق المسؤول، لأنه يعني منطق المتابع من بعيد هذا رأيه محسوب عليه ويمثل وجهة نظر شخص محايد، لكن الشخص المعني لما تكون نظرته هذه هي نظرته للمباراة تنعكس على المجموعة وعلى الفريق العمل اللي معه. تخلي في مسألة التشكيلة، موضوع التشكيل بالتأكيد أن المدرب يعني أنا أتصور أنه يجب أن يريح بعض اللاعبين، تلعب يعني ثلاث مباريات في ظرف كل يومين ثلاث أيام، كل ثلاث أيام مباراة يومين فقط غير كافية، عندك عدد كبير من اللاعبين يجب أن تستغلهم. المنتخب اليمني بالتأكيد سيلعب بالتكتل اللي شاهدناه، ولذلك بإمكان السيد لوبيز أنه يعيد فهد المولد على اليسار كما تعودنا عليه دائما وسالم على اليمين، وأمامهم ممكن يكون نايف هزازي على سبيل المثال، ويريح ناصر إلى مباريات قادمة أو مثلا يحيى بدل نواف أو يحيى أو أي. الشاهد أنه يجب أن يكون فيه يعني لاعب مثل سعود كرير لعب مباراتين يجب أن يرتاح ويلعب لاعب مثل عبد الملك الخيبري، هذا هو الفرق بين فريق نفسه طويل وينظر للبطولة ويملك يعني قائمة ثقيلة مباراته، وهذا يعني شيء متوقع في ظل سياسة المدرب اللي شاهدناه في المباراتين الماضية. أبو صقر تقبل بوجهة نظر عبد الكريم أن تحدث هالتغييرات اللي ممكن تحوس المنتخب من وجهة نظرك أمس؟ قبل ما أتكلم عن وجهة نظري ترى ما زلت أنا عند رأيي أنه لغة الدكتور عبد الرزاق وداود لغة الإنسان الخائف من لوبيز والغير واثق من لوبيز. خايف من لوبيز؟ نعم. حتى خايف من لوبيز؟ نعم. خايف من إيش؟ حتى هذا خايف من تخبصات لوبيز. خايف من تخبصات فك خايف. طبعا لا تخبصات. حتى هذه اللحظة عندما سألته أنت أنه تصريحك السابق أنه بغض النظر أنه سواء أنا مقتنع أو غير مقتنع ذكر وبعدين قال أنا لا أخشى إلا من المنتخب السعودي. أنا شخصيا أقرأ أنه الرجل ما زال خائف من ماذا سيصنع لوبيز، يمكن مو من مباراة بكرة. مباراة بكرة أنا أرجع أقول لك إياها بكل صراحة ليه، لسبب مهم أيضا، أن المنتخب القطري والمنتخب البحريني ما يملكون الرصيد الكافي اللي ممكن أصلا ممكن يبعدونك، يعني أسوأ الاحتمالات تطلع الثاني مثال يعني لا البحريني ولا البحريني يعني برا اللعبة من نقطة واحدة والقطري أيضا نقطة يعني قصدك لا نرفع من قيمة الأربع نقاط ولا ممكن تعطيك كريدت إلى لوبيز، وضعنا سهل في المجموعة. أنا أقصد أن وضعنا أنت وضعك أسهل بكثير من المجموعة الثانية لأنه يعني أنت الآن مو متقلق من مثلا يعني خلينا نقول مثال، أنت المنتخب البحريني أفترض
أن أتفوق على المنتخب اليمني ها؟ وأيضا القطري كذلك. وفي التالي تدخل في معمعة أنه هذا عنده ثلاثة هذا عنده أربع ممكن بكرة أنا أتعادل، فأنا أصلا نفسيا أنت مرتاح. قضية اللي يذكرها أبو يزيد قضية العناصر واللعب بالعناصر هذا، أنا أقول هذه بالعكس بطولة سهلة، بطولة قصيرة كلها أربع خمس جولات، أنت تستطيع أن تستمر على نفس المجموعة. التغيير المتاح لك هي التغيير الثلاث العناصر اللي يلعب فيها كل مدرب أثناء المباراة، لكن تستقر على مجموعة معينة. ولما أقول مجموعة ما أقول 11، أقول لك مثلا 14-15 لاعب، لكن ما تفاجئنا فجأة كذا مجموعة متناقمة ثلاثة أربعة لعيبة أنت تعرفهم فجأة اختفوا بقدرة قادر لا تعرف أصلا السبب. وذكرنا ما عندنا القنعيد السابق والخشوين وغيره وش اللي يحصل، بل حتى كنا خيبري اللي احنا قلنا يا جماعة اللاعب هذا ما يلعب في الشباب ما يلعبونه، لعب ومثل ما قال أبو يزيد المباراة الأولى برز وخد أحسن أفضل لاعب. حتى أنا أقول لك يا أنا سمعت المعلق القطري مدرب الكاس يقول أنا ما أفهم هذه، أنا ما أفهم بصراحة أفضل لاعب فجأة يعني واسترجاع بخشوين. أنا نزلت أنا أقول عند رأيي إنه الرجل في من يجلس معه وكان يغير جزء من قناعاته. أنا أرجع وأقول ما نبغى نتكلم حتى لما يأتي ويقول أنت تقلب وتحبط إحنا نقول بكرة عندنا مباراة قدام اليمن، عنصر المفاجأة وارد مثل ما قال أخوي بفهد، العلم عند الله وحده، لكني أنا خلاص وشخصيا أنا مقتنع أن المنتخب السعودي والعلم عند الله وحده متأهل. ما بعد هذاك الأمر لكل حد جميل. ايضا المباراه ايضا الثانيه لجوله الغد ستجمع المنتخبين القطري والبحريني في مباراه وصفناها بانها مباراه كسر عظم، فالخاسر قد يجد نفسه خارج البطوله، بل قد التعادل يخرج المنتخب البحريني وتدخل الحسابات بالنسبه للمنتخب القطري. اذا سيناريوهات كثيره في مباراه الغد. أبدأ معك أبو فارس، أنت تابعت المنتخبين، المنتخب البحريني يقيل المدرب على أثر الثلاثية السعودية، القطر يقدم مستويات مع بالماضي جيدة لكن لا يفوز، كيف تقرأ المباراة بكرة؟ والله شوف أنت تطالع بالنسبة للمنتخب القطري يعني الاستعدادات اللي كانت بالنسبة للمنتخب القطري كنت أتوقع يكون أفضل من كده بأمانة، ولكن يمكن يعني زي ما بيقول انه ظروف دورة الخليج بتفرض واقع اخر. انا متأكد حتى محبي المنتخب القطري يعني ليسوا براضين عن الاداء ولا المستوى اللي قدمه المنتخب القطري سواء في المباراة امام المنتخب السعودي او المباراة الثانية. المنتخب البحريني يمكن اتكلمنا امس بجزء وافر يعني عن الظروف اللي مر بيها وعن كمان سوء الحظ اللي هو بيواجهه في دورات الخليج. قد تكون في مفاجأة انك انت يمكن من سوء حظ المنتخب القطري او يمكن من حسن حظه انه صار التغيير للمدرب، قد يؤدي هذا له جوانب سلاحين يعني ذو حدين، ممكن ان هي تفرز منتخب اخر للمنتخب البحريني وفي نفس الوقت تشوف يعني يتفاجأ بها المنتخب القطري اللي هو كان له رؤية مختلفة سواء على المستوى التدريبي على مستوى الفني، او انها تكون ايضا تكملة ل يعني ما يمر به المنتخب البحريني من اخفاقات. الجانب اللي انا اشوف انه هذا الاحتمال الاكبر ارى انه المنتخب القطري قادر. طيب انه هو احنا نقف على واقع المنتخب القطري وتحضيراتهم لمباراة القد مع المنسق الاعلامي للمنتخب القطري الاستاذ علي الصلاة. استاذ علي رحب فيك في ليالي الخليج. يا هلا يا اخوي علي. يعني زميلنا عدنان جرسني وهو يقرا مباراة قطر قال يبدو لي ان التعادلين الماضيين لم ترضي القطريين، وأيضا من اللافت جدا المحللين القطريين الجمهور القطري الذي نتابعه غير راضي عن المنتخب حتى الآن. ما الذي يجعل المنتخب غير قادر الفوز في مباراته الماضية خصوصا أمام اليمن وهو الأقل حظا في المجموعة؟ والله شوف بالنسبة لنا أتوقع أن قدمنا مباراة كبيرة أمام المنتخب السعودي المرشح الأول للفوز في هذه البطولة، كنا الأفضل لكن ما حالفنا الحظ. بالنسبة لمباراة اليمن الكل شاهد ان منتخبنا كان افضل، لاحظنا العديد من الفرص لكن
سوء طالع، بالإضافة إلى أن المنتخب اليمني ممكن تقول أنه كان يعتمد على الوقوع وكسر رسم المباراة في أكثر من حالة، يمكن هذا أثر على مردود اللاعبين في هذه المباراة. قدام المنتخب اليمني أنت كنت أحسن؟ معليه قول لي المنتخب السعودي أوكي، لكن قدام المنتخب اليمني كنت أحسن؟ أنا أتكلم عن الفرص، فرصنا كانت أكثر من المنتخب اليمني، المنتخب اليمني ما له إلا فرصة واحدة كانت في الشوط الأول. كأداء ومستوى يا أستاذ. كأداء ومستوى إحنا أفضل. جميل. طيب أستاذ علي، يعني شلون أنت تقول المنتخب اليمني أحسن منا وهو راجع يلعب على نص ملعبه؟ طيب أستاذ علي، المتابع يعني أبسط متابع يمكن اليوم يقول إذا كان المنتخب القطري لا يستطيع أن يسجل في مرمى اليمني يخرج بتعادل، كيف ممكن أن يواجه المنتخب البحريني بتاريخ المباريات الندية بين المنتخبين برغبة المنتخب البحريني في تصحيح وضعه بعد إقالة المدرب؟ فوق هذا وذاك ينتظر قد يفوز على المنتخب القطري ويتحين نتيجة أو ينتظر نتيجة مباراة السعودية وقطر، إذا أنتم تحت الضغط بكرة. والله كل المنتخبات تحت الضغط، مش بس احنا، حتى السعودية إلى الآن ما أضمن تأهلهم، أيضا فرق المجموعة الثانية إلى الآن ما أضمن تأهلهم. حسابيا الكل مرشح أنه يتأهل للدور الثاني، وهذا واقع لازم نضع في عين الاعتبار. احنا كمنتخب قطري ما راح ننظر لمباراة المنتخب السعودي، راح إن شاء الله ناخذ الثلاث نقاط بذرعنا إن شاء الله، باشر اللاعبين يكونون عند الموعد وراح يتأهلون إن شاء الله للدور الثاني. الأستاذ علي الصلاة المنسق العام للمنتخب القطري، شكرا جزيلا لك. لا لا محمد، اللي شفته أنا المستوى، إذا أنا اللي شفته غير اللي شافه، المنتخب اليمني رقص المنتخب القطري بأمانة. لو شفت اللعب اللي قدمه اللعيبة هذا رقص، معنى ترقيص. إيش اللي افتقد المنتخب اليمني؟ مهاجمين يعرفوا المرمى. اما اني انا اقول انه اذا انا ما انا بضحك على المنتخب القطري، انا اذا كان انا بقول هذا حتى لو كنت منسق اعلامي، انا في رايي اللي شفته ما هو ذا المنتخب القطري. وكان المنتخب اليمني يا راجل بيقدم لي كره سيمفونيه، والله كره قدم بكل المعاني يا ابو فهد، رقص وكذا تحسسي. انا احترم اداء المنتخب اليمني، بس كلمه رقص يا لك كانك تشاهد مثلا الارجنتين برشلونه مهارات اللعيبه. انا اقول لك مهارات اللعيبه رجعتنا للكره البرازيليه. ايوه روح انت شوف اللعب اللي صار، اذا ما انا شفت ذا الكلام الا اذا انتم كنتوا لا شك احنا نشوف ابو فارس نحترم المنتخب اليمني، بس انا استشعر فيه مبالغه، رجعنا لما ادري ايش. انا اقول لك المهارات اللي قدموها لاعبي، يعني ما في واحد تابع بطولات الخليج مثل ابو سلطان، بالله عليك ابو سلطان. هذه معليش خلينا نسمع ابو سلطان. انا اقول لك حاجه معليش عشان لا ندخل في مقارنه. لا مش مقارنه. ايوه بس انا اذا انت شفت المباراه يا استاذ لا تملي على الرجل، انا بتكلم على مهارات لعيبه، على مستوى اداء، على مستوى ترقيص. امس 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 انت قلت بطير المدربين في 3 شهور. انا اذا شفنا المباراه ولا لا، احنا مو في صاله ديسكو عشان تقول ترقيص. لا في مجازا. هو ما في شك الفريق اليمني اجتهد، هو فريق مجتهد، لكن لا يصل الى مستوى انه ممكن يرقص الفريق القطري. هذا يعني كلمه مرحبا خليت فيها مرحبا يا ابو. شفت المباراه انت؟ شفت المباراة كيف شفت المباراة؟ يعني بس انت شفت المباراة احنا ما شفناها. مو عاجبك كلام ابو سلطان؟ هذا مبارك رجل ايضا قد ساوي في الكويت معروف وفني والعلاقات بالمدربين. هو طلع افتخر انه قد ساوي ويشتغل حتى للمعلومة ترى يشتغل وكيل لاعبين بعد، يعني عنده شغل مع مدربين، صح ولا لا يا ابو ريان؟ طيب ابو فهد انت شفت المنتخب اليمني بهالقيمة الفنية اللي شاف ابو فارس رقص وكذا شوف ابو فارس قاعد يناقض نفسه من البدايه، يبدو عليه الهجوم مبكر اليوم لانه هو سبب كل الكلام اللي قاعد يقال عنه. يجيب الكلام نفسه. تذكر اول يوم لما انا اشدت في مستوى المنتخب اليمني وش قال؟ قال انت وش فهمك كوره؟ اي صح كوره مش فاهم الكوره. ايوه وبعدين لا انا هو اداء وكان حماسي المنتخب اليمني ما لا 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 انا شوف لا المنتخب اليمني ما قلت انا لا لا فارس طبعا هدي لا تدعي لا ما ادعيت هذا شيء موجود انا اتحدى واذا المخرج موجود انا راح اعيد الكلام. هو قال اداء حماسي قالوا يحقق البطوله الحماس مع عبد الله بس هو قال بيحقق البطوله، قلت لهم
قلت له هو يقول انه له كلمه حيكون طيب المنتخب. خلينا نسمع ابو فهد مالك. كمل ابو فهد. قلت لي اداؤه حماسي وهذا الحماس راح يتلاشى مرورا مع بقيه المباريات. قلت لكم يا جماعه الحماس اوكي موجود ولكن شفنا في اداء شفنا في المنتخب اليمن اليوم غير منتخب اليمن. في احد الزملاء قال هذا الكلام لكن انا لا انت 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 قلت الكلام محمد. هالكلام هالبطوله هذه من النوادر جدا انك تجد باقي جوله واحده على نهايه الدور التمهيدي والى الان الثمان فرق كل يعني باستثناء نقول المنتخب العراقي الوحيد اللي فرصته ضعيفه جدا انه لهم فرصه بالتاهل. حتى المنتخب البحريني ها اللي خسر ثلاثه من المنتخب السعودي له امل بالتاهل. شوف له امل بالتاهل وهذا امر طبيعي. هذا يعطينا انطباع على انه يفوز بكره تاهل خلاص. شلون؟ لو يفوز بكره تاهل. لو يفوز تاهل وبالتالي هذا يعطينا انطباع على انه يؤكد كلامنا اللي ذكرناه من البداية على أن جميع مستويات الفرق في خليج 22 متساوية. والشيء المحير أن المنتخب العراقي هو اللي لازال هو اللغز المحير في هذه البطولة رغم الإعداد الطيب ورغم التوافر على العناصر الفنية الجيدة. أنا بربط بين كلام أبو فارس ورؤية أبو ريان. يعني لما إحنا نقول المنتخب السعودي بما فيهم عدنان أنه قد لا يجد صعوبة كبيرة أمام اليمن في وقت عدنان يتكلم على قيمة فنية ورقص القطر يعني معناته أنا قلت حكى يجد صعوبة زين معناته يخوف المنتخب اليمني عطفا على كلام عدنان. أنا قلت حيجد صعوبة إيه رقص وكذا أكيد صعوبة. يعني هو طبعا يستخدم عناوين صحفية تنفع في العناوين الصحفية أنك تكتب من شئت أنه منتخب اليمني يرقص مثلا لكن في الواقع الأمر لا أنا لا أجد ما شفت لا 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 يصل إلى مرحلة الحواس. السيطرة هو أنه يسيطر على 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 اللعب بشكل كامل. وجهة نظر احترمها بس فقط يعني أتمنى ذلك يعني لا لا لا. حتى لا نتداخل لكن لا نبخس حق المنتخب اليمني. منتخب جيد منتخب متطور منتخب مختلف ترى يعني مش زي المنتخب اليمني في الدورة السابقة واللي قبلها. منتخب عنده نفس. زمان المنتخب اليمني يمكن يدافع لغاية الدقيقة 70-80 بعدين ينضرب يخسر الشوط الأول يكاد يخرج النفس الأخير عنده. الحين لا الحين المنتخب اليمني بيوزع جهده على المباراة يعني بدأ عنده الفكر الكروي. أضف إلى ذلك لو تسمح لي بريان يعني حتى طريقة الدفاعية طريقة محترمة بالضبط. دفاع منطقة مش دفاع تشتيت مش دفاع تشتيت حتى شوف رغم أنهم هم يعني يمثلوا إلا أنا هذا يعني يمثلوا العصر الهواية بالنسبة لي المنتخب اليمني. يمكن أنا أميل إلى اليوم هذا إلى عصر الهواية وأترك لكم عصر الاحتراف تغير هذا اليوم أذكر غير هو عايز نصير عايز رسخ مفاهيم لكن ما نريد نعطي المنتخب اليمني أكثر أيضا من حجمه أو أكثر مما يستحق حقيقة. يعني يمكن في إشادة كبيرة على المنتخب اليمني بالأداء اللي قدمه في المباراتين الماضيتين. يكفي أنه هو حقق نقطتين لكن ليس ببعيد أنه هو ممكن يعمل ما تعرف هذا عالم كرة القدم. لكن حتى الآن أنا أعتقد أنه أيضا تقدم مستوى المنتخب اليمني هو بسبب أيضا تراجع مستوى المنتخبات الأخرى. يعني لم يظهر قطر بالمستوى اللي نحن نتوقع ولم يظهر منتخب السعودية كذلك بالمستوى اللي نحن نتوقعه. يمكن البحرين وضع عادي لكن أنا أجد أنه هو استطاع أن يكسب احترام المتابعين على اعتبار أنه هو قدم مستوى جيد في الآخر بينما الآخرين تراجع في مستوى. محمد أنا أرى تصريح ذكي من الفارس لما أشاد مستوى كبير وترقيص المنتخب اليمني. أتوقع أن هذا إبر أرسلها أبو فارس للمنتخب اليمني لتخدير المنتخب بكرة مع المنتخب السعودي. هذا هو الأسلوب القديم. أنا بتكلم على يعني أسلوب صحيح. أنا أقول لك شوف لو قلت لي مع احترامي للمنتخب القطري والمنتخب البحريني طبعا ما حكذب عليك اقول لك اني اتمنى هزيمه المنتخب السعودي عشان يطلع اليمن لكن لو عندي امنيه ان اتمناها تتحقق بكره انه المنتخب السعودي والمنتخب اليمني يطلع ما يصير اتمنى يطلعوا يعني يطلعوا يتأهلوا كيف ما يصير بكره لا على الحزبه بتحسب بكره ما يصير كيف ما يصير لا ممكن كيف ممكن اربع ثلاث نقاط يفوز المنتخب اليمني يتعادلون قطر صحيح طيب بس الثلاث دقيقه بس يتعادلون قطر عنده هدف اثنين وفوز خمس اليمني ما عنده هدف لو فاز اذا فاز على السعوديه اذا فاز على السعوديه اي انت تقول ما يصير يقدر ممكن على السعوديه اذا فاز على السعوديه يصير انا بقول لك انا امنيه ليه؟ لانه لازم يتكافئ اول شيء يتكافئ هذا المنتخب اللي هو جاي بيقدم لنا مستوى افضل على مستوى على مستوى على مستوى فوز اليمن على السعوديه على مستوى الجماهير قطر والبحرين قطر والبحرين على مستوى حتى لو تعادل اليمن
ما السعوديه صفر صفر لا ما عنده اهداف ما عنده اهداف طيب ما عنده اهداف لكن ما في مرمى اهداف لو تعادل 2-2 حتى على مستوى يعني جماهير يعني اعطت للبطوله طعم واعطته اضافه الى كل اللي النغمه دي يعني ما بسميها باسم سيء حول بطولة دولة الخليج. إذا ما حققت بطولة دولة الخليج في هذا في هذه المرة أي شيء فيكفي حضور المنتخب اليمني وجماهير المنتخب اليمني. طيب أبو صقر نتكلم عن اليوم أقر 30% للمنتخب اليمني عطفا على الأخبار اللي وردتنا الآن. هل تعتقد أن الجمهور المنتخب السعودي صالح الجماهير بثلاثية البحرين؟ ممكن بكرة نشوف 70% بالفعل تغطي من السعوديين في المباراة. شوف أستاذ ملك فهد 69,400 مقعد. لو قلنا 30% يعني المنتخب اليمني كم تقريبا بيدخل؟ حوالي 17,000 أو 15 وزيادة شوي. يعني تقريبا. أنا طبعا شخص أنا متأكد إن 17,000 مقعد يمني ممتلئ لأن إحنا شفناه من السابق. 40 قالوا في المباراة الماضية حضر تقريبا 40,000 يمني. أنا أقصد شفناهم السابق كيف يقول طبعا بكرة ما هو لو بهواهم دخلوا 40 بس طبعا مو كيفهم. طبعا احنا اللي نقوله نتمنى يعني أنا لما أقول بكرة 17,000 مقعد يمني بيكون موجود والباقي تقريبا 43,000 مقعد أو شوي للسعودية احنا نتمنى هالجمهور فعلا يحضر. ليه؟ لأنه مشكلة بس مو في قضية دعمك بقى حتى شكل الملعب احنا ما عندنا استعداد بصراحه نشوف بكره 17,000 ماسكين لان 17,000 في استاد الملك فهد ترى شكلها ترى ما تمثل شيء لانك ما تلعب الامير فيصل بن فهد ولا محمد فهد الدمام ملعب كبير ف17,000 فانا اقول قرار جيد قرار شجاع اللي سمح بهالنسبه لو ظلت النسبه السابقه على 8% كان ممكن نشوف شيء مو حلو لانه للان ما تضمن الجمهور السعودي. دقيقة عبد الكريم يعني على الأقل الآن أنا أقول هي مصادر يعني المصادر الآن ترجح بأنه في حال لم يحضر الجمهور السعودي ولا زال يقاطع المدرجات قد يتم فتح الملعب بأكثر مما نسبة 30% رغبة في إنجاح البطولة والمباراة. كيف تتصور بكرة بالنسبة للجمهور السعودي؟ والله شوف أنا أتصور أن هذا قرار صحيح وأتمنى أنه لو حدث لأن كرة القدم هي بالجمهور واستثمار وبدون الجمهور لا يوجد كرة قدم. الكلام هذا أنا قلته مع فريق لما كنا نلعب وكان يبعد الجمهور وتترك مدرجات خالية كنت أقول يعني في مباراة العين قلت إن كرة القدم بدون جماهير لا شيء ولا يمكن أن يترك جماهير خارج الملعب وفي مقاعد فاضية هذا شيء لا يليق. لا تخرجنا عن الموضوع لا يمكن هذا الشيء بالشيء يذكر لا يمكن لا لما أقول شيء لي وأقول شيء علي معناته أنا شخص مقاييسي واحدة ما تتغير. صحيح. الآن إحنا علينا المنتخب لكن إذا في مقاعد بالعكس اللي أبرك الساعات وخلهم يحضرون وكرة القدم بدون جماهير وهذا يعكس ثقتك في فريقك لأنه أنت ممكن تكون يعني أنا مستعد أني أثق في فريق أنه يفوز على المنتخب اليمني في اليمن بين كامل جماهير فما يمكن يعيقني وجود هذولا في الجمهور السعودي. أنا أتوقع أنه يكون حيكون له حضور قوي ويمكن يعني أنا وصلتني إشارات من بعض الجماهير يعني حتى أنه في يعني في أحد المبتعثين يمكن يعني اسمه فارس مطيري كان يقول أنا أتمنى أني أكون موجود في المباراة وأحضر. فكيف الناس اللي جنب الملعب جنب الملعب يعني شيء حقيقة مخجل بالفعل. وإحنا أيضا هذه رسالة منا إحنا في البرنامج لازلنا نعول عليكم يا جمهورنا لا تخيبون ظننا فما بكم ظن اللاعبين اللي ينتظروكم. أمالنا عليكم كبيرة. بعد نشرة الأخبار سنفتح ملف المنتخب الكويتي الذي بدأت الفوضى تقتحم معسكره. بعد النشرة نتابع. السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم إلى موجز لأهم أخبار خليجي 22.
رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة كأس الخليج العربي 22 لكرة القدم تكريم رؤساء الوفود الخليجية المشاركة بدورة الخليج الحالية واحتفال اللجنة الأولمبية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها في صالة رعاية الشباب بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض. وبعد ذلك كرم سموه رؤساء الوفود الخليجية المشاركة وأمناء السر في الاتحادات الخليجية ورؤساء الوفود الإعلامية. وافق رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم بالإجماع على إقامة بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها 23 بمدينة البصرة العراقية في شهر يناير من عام 2016 على أن يستوفي الاتحاد العراقي موافقة الاتحاد الدولي فيفا على رفع الحظر عن ملاعب العراق قبل 18 من فبراير من عام 2015 وإلا سيؤول التنظيم مباشرة إلى الكويت في نفس التوقيت المعلن. تختتم مساء اليوم منافسات دور المجموعات بلقائين في المجموعة الأولى حيث يسعى المنتخب القطري من تخطي عقبة المنتخب البحريني والفوز عليه لبلوغ الدور المقبل. المنتخب القطري يحتل المركز الثاني برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين أمام المنتخب السعودي واليمني فيما يمني المنتخب البحريني بالفوز وبلوغ الدور الثاني ومسح خسارته بالجولة الماضية أمام المنتخب السعودي بثلاثية. ويقبع الفريق حاليا في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة جناها من تعادله مع المنتخب اليمني. كما سيعقب لقاء قطر والبحرين لقاء هام آخر في إطار منافسات المجموعة ذاتها حيث يواجه منتخبنا الأول نظيره المنتخب اليمني ويكفي منتخبنا التعادل أو الفوز لبلوغ الدور الثاني حيث يعتلي صدارة هذه المجموعة برصيد 4 نقاط جمعها من تعادل أمام المنتخب القطري وفوز على المنتخب البحريني فيما يسعى المنتخب اليمني لمواصلة عروضه المميزة في هذه الدورة بعد تحقيق تعادلين ثمينين أمام المنتخب القطري والبحريني ويأمل هو الآخر بكسب اللقاء والتأهل للدور الثاني من البطولة. أكد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لوبيز كارو على أن مباراة اليوم التي ستجمع بين المنتخبين السعودي واليمني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لن تكون سهلة مشيرا إلى أنه يتوقع روحا وقتالية عاليتين من قبل لاعبي اليمن مؤكدا في الوقت ذاته على أن منتخب اليمن سيحظى بدعم جماهيري كبير مبديا استغرابه من قلة الحضور الجماهيري من جانب المنتخب السعودي. من جانبه عبر مدرب المنتخب اليمني ميروسلاف سكوب عن ثقته بلاعبي الفريق ومواصلة تقديم المستويات اللافتة في البطولة وخطف بطاقة التأهل. أشاد الشيخ أحمد العيسى رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم بالأجواء التي سيطرت على اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية في العاصمة السعودية الرياض كما أشاد أيضا بالجماهير اليمنية واعتبرها سببا في نجاح خليج 22 حتى الآن. كما أعلن الأمين العام لاتحاد كرة القدم اليمني الدكتور حميد شيباني أنه تم الاتفاق على تخصيص نصف مقاعد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض للجمهور اليمني في مباراته أمام السعودية مساء اليوم مقدما الشكر لرئيس الاتحاد السعودي الأستاذ أحمد عيد وتفهمه لموقف المنتخب ودور جماهيره كونه العلامة الأبرز حتى الآن في البطولة. أكد مدرب المنتخب البحريني مرجان عيد المعين مؤخرا خلفا للمدرب المقال عدنان حمد أن تعيينه في هذا المنصب أمر مؤقت